تأثير التعب العالي مهم جدا، لأنه القدم هي بتعرفي هي اللي تنقل وزن الجسم للأرض، فالقدم مهيئ ومدروس بطريقة أنه يكون الوزن موزع بين الكعب والإصبع الكبيرة والإصبع الصغيرة. فأي حذاء اللي هو بيحتوي على كعب عالي بيغير الميكانيك تبع نقل الأوزان للأرض. فهو شائع ومعروف أنه المرأة اللي بتلبس كعب عالي بشكل روتيني تتعرض لانحراف في الأصابع، لأن بسبب النزول القدم فمقدمة القدم بتكون محصورة بشكل كامل في زاوية الحذاء، فهذا بيؤدي لانحراف خاصة في الإصبع الكبير، معروف جدا الانحراف وبيسبب وجود زوائد عظمية في زاوية في المفصل بين مشط القدم والإصبع. فلذلك كثير منهم بتعرضوا بعمر 50 سنة لعملية بنسميها عملية تصحيح للزاوية. هلا السبب الرئيسي يعني هو ما هو التأثير الكبير كثير، وهو وجود مادة كربونات بتخلي تعمل تشكيل الأملاح يعني في الأمعاء. الكالسيوم مرتبط بالكربونات وبينطرح على شكل أملاح، بس تأثيره خفيف ومبالغ فيه أحياناً، بس له تأثير خفيف. لا طبعاً ما هو دائماً جراحي، الجراحة دائماً هي آخر الخيارات، لازم تكون بكل الأمراض مو بس بجراحة العظام. فأغلب أمراض العظام في بداياتها حتى مثلاً تنكس المفاصل في المراحل الأولى يعالج بأدوية، يعالج بمسكنات، يعالج ببعض أحياناً حقن ضمن المفاصل مثل ما ضمن مفصل الركبة خاصة. الأمراض الثانية اللي هي مثل ما حكينا عنها هشاشة العظام تعالج طبعا في الأدوية بالفيتامين د والكالسيوم. في الأمراض الروماتيزمية اللي بتصيب المفاصل كمان في لها علاج دوائي. فأكيد إنه العلاج الأساسي دائما هو والمنطق بيقول إنه دائما يجب استنفاذ كافة العلاجات قبل ما نصل للعلاج الجراحي. العلاج الجراحي هو الحل. العلاج الفيزيائي ما هو بديل طبعا عن العمليات الجراحية في الحالات المتطورة. العلاج الفيزيائي له فوائد كبيرة جدا، وفي كتير مشاكل تعرفي مثلا آلام الظهر تترافق بتشنج، آلام مفصل الكتف، آلام الرقبة تترافق دائما الآلام مع تشنج، والتشنج غالباً لا يمكن إزالته فقط بالأدوية. نعطي نحن مرخيات عضلية، نعطي مسكنات، ولكن المساج واستعمال تيار كهربائي منخفض الشدة، وفي أجهزة كثيرة موجودة علاج فيزيائي بتساعد على إزالة التشنج وتخفيف الألم. هذا بالنسبة لموضوع الألم. بالنسبة لموضوع المفاصل، العلاج الفيزيائي ضروري جدا بعد العمليات الجراحية. لما نرجع عملية تبديل مفصل ركبة مثلا، المريض بعد العمل الجراحي بيكون في تليف بالمفصل، بيكون في المريض بحس بأساوي داخل المفصل، حتى يرجع للحركة الطبيعية بيحتاج هو طبعا لعلاج طبيعي حتى يستفيد بشكل نقول كامل من العمل الجراحي. هلا قبل كل شيء طبعا هو موضوع التغذية، بظن ما هذا شيء يعني أساسي، هو تناول غذاء متوازن، تجنب الكميات الكبيرة من الشحوم من النشويات، هذا كتير مهم. المحافظة على الوزن هذا هو أساس كل شيء. اللياقة البدنية يعني المشي بشكل منقول روتيني أو يومي قدر الإمكان، ممارسة الرياضة بشكل روتيني، وإذا ما توفرت رياضة السباحة هي الحد الأدنى. السباحة مفيدة جدا لأنه وزن الجسم بيكون محمول بالماء، فبتصير الرياضة سهلة جدا. وفي شيء اسمه الأكواجين، هذا شيء كمان دارج حاليا لأنه في مرونة للجسم بدون جهد. فهدول بظن الأشياء كتير كتير مهمة، ودائما بأكد على موضوع الوزن، لأنه كل مشاكل الهيكل العظمي بتيجي من الوزن، لأنه كل عضلة وكل وتر وكل مفصل خلق ليحمل وزن معين. لما بنحمل أي مفصل أو أي وتر فوق طاقته فبيتعرض لالتهاب وتر، بيتعرض لألم عضلية، بيتعرض لألم مفصلية. ولازم نعرف أنه مرض العصر هو حاليا هو مرض السمنة.